حل معادلة من الدرجة الثانية x مربع يساوي b. تابع معي عزيزي التلميذ. أهلا بكم متابعي قناة الأستاذ الناجح، قدم لكم هذا الدرس برعاية ماكستور إلكترونيكس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ نصر رابح عبر قناة الأستاذ الناجح، تلاميذ الرابعة متوسط. نواصل معكم سلسلة دروس مادة الرياضيات كالعادة. لمن يبحث عن بقية الدروس التي شرحتها سابقا تجدون رابطها في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت. أعزائي التلاميذ، أريد أن أذكركم بعد الانتهاء من هذا المقطع بإذن الله تعالى سأنشر لكم فيديو خاص بمراجعة عامة لكل المقطع الأول بإذن الله تعالى. لذا لا تنسى الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو. بارك الله فيك. محتوى هذا الفيديو سيكون كالعادة عبارة عن شرح درس تطبيقات آنية وواجب منزلي في الأخير بإذن الله تعالى. قبل البدء في درسنا الجديد وجب علينا تذكر معلومات درسناها سابقا. عندي x زائد 5 تساوي 7، قلنا أن هذه معادلة من الدرجة الأولى. لماذا أعزائي التلاميذ؟ لأن هذه x هي نفسها x أس واحد، x قوة واحد، لهذا سميناها من الدرجة الأولى. والتي سندرسها اليوم وهي x مربع، x أس 2، لهذا سميت معادلة من الدرجة الثانية وبمجهول واحد. عندنا مجهول واحد هو x، وأيضا هنا مجهول واحد هو x، لا يهمنا. الآن كيف أجد حل لهذه المعادلة؟ عندنا x يساوي الأعداد المعلومة في جهة والأعداد المجهولة في جهة أخرى. هذا عدد مجهول، أنقل العدد المعلوم هو زائد 5، عندما أنقله إلى الجهة الأخرى يصبح ناقص 5. x تساوي كم؟ 2. إذن حل هذه المعادلة هو x يساوي 2. ما معنى حل معادلة؟ يعني عندما أعوض بإثنان مكان x تكون المساواة صحيحة أو المعادلة صحيحة. لاحظ معي، عندي 2 أعوض مكان x، عندي 2 تصبح 2 زائد 5 كم تساوي؟ تساوي 7، فحل هذه المعادلة صحيح. الآن أعزائي التلاميذ سنتعلم طريقة حل المعادلة من الدرجة الثانية وهو درسنا بإذن الله تعالى. عندنا الحالة الأولى، مثلا لو أعطاني الأستاذ x مربع زائد 9 تساوي 25. سهلة جدا بني، ركز فقط معي، الأعداد المعلومة في جهة والأعداد المجهولة في جهة أخرى. أقول x مربع يساوي 25، هذه تبقى في مكانها، هذه زائد 9 أنقلها إلى الجهة الأخرى أغير إشارتها تصبح ناقص 9. بعد ذلك أقول x مربع يساوي 25 ناقص 9 كم تساوي؟ تساوي 16. هنا أتوقف وأركز جيدا، اسأل نفسك هل العدد الذي وجدته عدد سالب أم موجب؟ هذا عدد موجب. إذن ماذا أقول؟ عندي x مربع يساوي، عندي هنا هذه كتبت على شكل x مربع يساوي b، بحيث b ما به عدد موجب، أو أقول b أكبر من الصفر، ب هنا ماذا يساوي؟ 16، فهو عدد موجب. إذن في هذه الحالة عندما أصل إلى x مربع يساوي عدد موجب أو أقول أكبر من الصفر، أقول أن هذه المعادلة تقبل ماذا؟ تقبل حلين وليس حل واحد. الحلين يمكن أن تسميهما x1 أو x2. عندي الحل الأول x1 أو الحل الثاني x2، سميتهم تسمية فقط. x1 ماذا يساوي؟ الحل الأول يساوي جذر، لا تنسى جذر ماذا؟ العدد الذي وجدته، العدد الذي وجدته هو ماذا؟ 16. هذا الحل الثاني، أو الحل الثاني وهو x2 يساوي، ركز الفرق بين الحل الأول والثاني، ناقص جذر ما وجدته وهو 16. يعني هذا الحل الأول موجب وهذا الحل الثاني سالب، يعني معاكس له، هذا موجب وهذا سالب. وأقول
إذا كان جدرا تاما أكتب جدر 16 تساوي ماذا؟ 4 ناقص جدر 16 يساوي ناقص 4. إذن هذا الحل الأول وهذا الحل الثاني الذي تقبله هذه المعادلة. لكي أتأكد من أني صحيح، أن المعادلة x مربع زائد 9 تساوي 25. عندي ماذا؟ أعوض مكان x بماذا؟ بأربعة. أقول 4 مربع زائد 9 تساوي 25. 4 مربع هي 16، 16 زائد 9 كم تساوي؟ 25. المساواة صحيحة، معناه أنه هذا الحل الذي تقبله هذه المعادلة صحيح. نعوض بناقص 4. عندي x مربع زائد 9 تساوي 25. لماذا لا أعوض هنا؟ لأنه ربما أصل إلى الخطوات تكون خاطئة، لذا أعوض هنا. x مربع زائد 9 تساوي 25. أقول ناقص 4 هو الحل الثاني، ناقص 4 مربع زائد 9 تساوي 25. ناقص 4 مربع أكيد ماذا تعطيني؟ ناقص عدد، يعني عدد سالب عندما أربعه يعطيني عدد موجب. لماذا؟ لأن المربع هو عبارة عن ماذا؟ عندما أقول ناقص A مربع هو ماذا؟ يساوي ناقص A في ناقص A، عدد سالب في عدد سالب يعطيني عدد موجب. إذا ناقص 4 مربع هي ماذا؟ تساوي 16. 16 زائد 9 أكيد تساوي 25. فالمساواة صحيحة، فهذا الحل صحيح. x مربع ناقص 8 تساوي 100. ماذا أفعل؟ أقول 3x مربع تساوي الأعداد المعلومة في جهة والأعداد المجهولة في جهة أخرى. 100 تبقى في مكانها، ناقص 8 تصبح ماذا؟ زائد 8. 3x مربع تساوي 108. أنا عندي هنا 3x مربع وليس x، ليس حلا هنا، لم أصل، يجب أن أتخلص من الثلاثة. تعلمناها منذ السنة الماضية. أقسم الطرفين على ماذا؟ على ثلاثة. هذا الطرف على ثلاثة وهذا على ثلاثة. بعد ذلك أختزل ثلاثة مع ثلاثة. x مربع ماذا تساوي؟ 108 على 33. 36. هل وصلت إلى الحل؟ لا. اسأل نفسك إن كان عدد موجب أم سالب. 36 هو عدد موجب، فأقول هذه المعادلة تقبل حلين. x1 يساوي جدر، ما وجدته، جدر 36. أو الحل الثاني وهو x2 يساوي ناقص جدر، ما وجدته، ناقص جدر 36 وتساوي جدر 36 6 يساوي ناقص 6. إذن هذه المعادلة تقبل حلين، x1 يساوي 6 أو الحل الثاني x2 يساوي ناقص 6. مثال آخر وأخير، وقد يعطيك مباشرة معادلة من هذا الشكل. x مربع يساوي 25. ما هو الحل؟ تقول بما أنه 25 بما أنه 25 عدد موجب، تقول أنه x1 ماذا يساوي؟ يساوي جدر 25، أو x2 يساوي ناقص جدر 25. جدر 25 يساوي 5، ناقص جدر 25 يساوي ناقص 5. أيضا ممكن أن يعطيني x مربع تساوي 12. x1 ماذا يساوي؟ يساوي جدر 12. ليس بالضرورة أن تجد النتيجة دائما جدر تام، ليس بالضرورة. x1 ماذا يساوي؟ x2 ماذا يساوي؟ ناقص جدر
12. إذا كان عندك جدر تام أحسبه، إذا لم يكن جدرا تام من الأفضل أن تتركه وكذا عوض أن تكتبه بالفاصلة. الآن عزائي التلاميذ ننتقل إلى حالة أخرى، الحالة الثانية إكس مربع زائد 8 تساوي 4. بنفس الطريقة عزائي التلاميذ، إكس مربع تساوي 4 تبقى في مكانها، أنقل زائد 8 إلى الجهة الأخرى تصبح ناقص 8. إكس مربع يساوي، إكس مربع ماذا يساوي؟ ناقص 4. في هذه الحالة وجدت أنه إكس مربع يساوي ب ب هو ماذا؟ ناقص 4. بما أنه ب يساوي ناقص 4 فب ما به أصغر من الصفر، يعني عدد سالب. في هذه الحالة على عكس الحالة الأولى، الحالة الأولى قلنا عدد موجب، المعادلة تقبل حلين. أما عندما يكون عندي ب عدد سالب أقول أن هذه المعادلة لا تقبل حلولا. ملاحظة صغيرة فقط أعزائي التلاميذ، عندما أقول لا تقبل حلولا على مستوانا فقط في السنة الرابعة متوسط، أنت ضعها في ذهنك، عندما تجد عدد سالب قل هذه المعادلة لا تقبل حلولا فقط. لكن تذكر كلامي، عندما تنتقل إلى مرحلة الثانوية بإذن الله تعالى في البكالوريا ستكون هذه لحلها لهذه المعادلة عندها حلول. لكن لا تهمك، فقط ملاحظة بسيطة، أنت في السنة الرابعة قل ليس لها حلول، لكن مع الوقت بإذن الله تعالى ستكتشف أعداد أخرى غير الأعداد التي ندرسها الآن يوجد فيها حلول. فهمت أعزائي التلاميذ؟ هذه المعادلة تقبل حلولا على مستوانا فقط في الرابعة متوسط. الآن مثال آخر لكي نثبت أو لكي يفهم بني أكثر فأكثر، اخترت لكم مثالا آخر لكي يفهم بني. 3x مربع زائد 15 تساوي ناقص 12. ماذا أفعل؟ 3x مربع تساوي، أنقل زائد 15 إلى الجهة الأخرى تصبح ناقص 12، هذه زائد 15 تصبح ناقص 15. 3x مربع تساوي ناقص 12 ناقص 15 تساوي ناقص 27. هل عندي x مربع؟ لا، عندي 3x مربع. لكي أتخلص من 3 أقسم الطرفين على نفس العدد وهو 3، بعد ذلك أختزل 3 مع 3 تبقى عندي x مربع تساوي 27 أو ناقص 27 على 3. ماذا تعطيني؟ عدد سالب على عدد موجب تعطيني عدد سالب. 27 على 3 تعطيني 9. ماذا وجدت؟ x مربع يساوي ناقص 9. x مربع ماذا يساوي؟ ناقص 9. تقول هذه المعادلة تقبل حلول. قد يسألني التلميذ، لماذا يا أستاذ لا تقبل حلول؟ لو كانت 9 فهي تقبل حلين، لكن إذا كان عددا سالب أقول لا تقبل حلولا. مثال بسيط فقط لكي يفهم بني، هل يوجد عدد يمكن أن تربعه ويعطيك ناقص 9؟ لا يوجد. الأصل في قد يقول لي التلميذ ناقص 3 أو 3، 3 عندما أربعها ماذا تعطيني؟ 3 مربع تعطيني 9. قد يقول لي تلميذ آخر ناقص 3 يا أستاذ، ناقص 3 مربع عندما أربعها أيضا تعطيني 9، لأن الأصل في التربيع هو ضرب العدد في نفسه، ناقص 3 في ناقص 3، عدد سالب في عدد سالب يعطيني عدد موجب، ناقص 3 في ناقص 3 تعطيني 9. وأيضا لو قلت أنه الحل 3، 3 في 3 ماذا تعطيني؟ تعطيني أيضا 9. إذن هل يوجد عدد يمكن أن أربعه يعطيني ناقص 9؟ لا يا بني، لا يوجد. لهذا نقول في مستوانا في السنة الرابعة أقول لا يوجد حل أو لا تقبل حلولا. قد يعطيني مباشرة مثلا في أمثلة أخرى، مثلا يقول لي
حل هذه المعادلات مثلا x مربع تساوي ناقص 5، أقول له هذه المعادلة لا تقبل حلول، مثلا x مربع ناقص 8 على 7 لا تقبل حلول، لأنه عدد سالب، عدد سالب على عدد موجب يعطيني عدد سالب. التكرار ثم تكرار ثم تكرار لكي ترسخ المعلومات. عندي مثلا x مربع زائد 8 تساوي 8، x مربع ماذا تساوي؟ 8، أنقل هذه إلى الجهة الأخرى تصبح ناقص 8، x مربع تساوي 8 ناقص 8 تساوي 0. في هذه الحالة أقول أن المعادلة تقبل ماذا؟ حلا وحيدا أو واحدا هو x يساوي 0. x ماذا؟ يساوي 0. مثلا يقول لك x مربع ناقص 5 تساوي ناقص 5، x مربع تساوي ناقص 5، هذه عندما أنقلها إلى الجهة الأخرى تصبح زائد 5، x مربع ماذا يساوي؟ ناقص 5 زائد 5 يساوي 0. تقول له المعادلة تقبل حلا واحدا وهو x يساوي 0 زائد 3 تساوي 3. ماذا أفعل؟ عندي 2x مربع تساوي، أنقل 3 إلى الجهة الأخرى هذه تصبح ناقص 3، 2x مربع تساوي 3 ناقص 3 ماذا تساوي؟ تساوي 0، x مربع ماذا يساوي؟ يساوي 0 أكيد. لماذا؟ لكي أتخلص من الاثنان أقسم على نفس العدد، 2 ناقص أقسم هذا الطرف على 2 وهذا الطرف على 2، 2 مع الاثنان يعطيني x مربع، 0 على 2 أكيد يساوي 0، وأقول المعادلة تقبل حلا واحدا وهو x يساوي 0. تطبيق أعزائي التلاميذ، مجموعة من المعادلات هذه وسننجز معادلات أخرى، فقط تابع معي وبعدها سأعطيكم تطبيق منزلي لكم. x مربع ناقص 5 تساوي 8، x مربع تساوي 8 تبقى في مكانها، ناقص 5 أنقلها إلى الجهة الأخرى ماذا تصبح؟ زائد 5، x مربع ماذا تساوي؟ 8 زائد 5 تساوي 13. المعادلة ماذا تقبل؟ هذه المعادلة تكتب هكذا، المعادلة تقبل ماذا؟ حلين. لماذا عزيزي التلميذ؟ لأن هذا العدد موجب، x واحد ماذا يساوي؟ جذر 13. أو الحل الثاني هو ماذا؟ x 2 ماذا يساوي؟ ناقص جذر ما وجدته، ناقص جذر ما وجدته وهو 13، 13 أكيد ليس جذرا تم، أتركه هكذا من الأحسن. بعد ذلك 2x مربع زائد 5 تساوي 167، 2x مربع تساوي 167، أنقل زائد 5 إلى الجهة الأخرى تصبح ناقص 5، 2x مربع تساوي ماذا؟ 2x مربع ماذا تساوي؟ 167 ناقص 5 تساوي 162. لكي أتخلص من الاثنان أقسم الطرفين على 2، عندي ماذا تساوي؟ أختزل 2 مع 2 وهذه نقسمها، x مربع تصبح x مربع تساوي 162 على 2 تعطيني 81. المعادلة تقبل ماذا؟ حلين. لماذا؟ لأن 81 موجب. الحل الأول x واحد يساوي جذر 81 ويساوي 9، x اثنان ويساوي ناقص جذر 81، دائما ناقص تكون خارج الجذر، تساوي ناقص 9. مباشرة المعادلة تقبل حلين، x واحد يساوي جذر 100 وجذر 100 أكيد يساوي 10. الحل الثاني x2 يساوي ناقص جذر
100 ويساوي ناقص 10 زائد 3 تساوي ناقص 4. إكس مربع ماذا تساوي؟ ناقص 4 تبقى كما هي، هذه أنقلها تصبح ناقص 3. إكس مربع ماذا يساوي؟ ناقص 7. أقول بما أنه إكس مربع يساوي عدد سالب، عدد سالب يعني إكس مربع أصغر من الصفر، فهذه المعادلة لا تقبل حلولا. هنا عندي 2x مربع يساوي ناقص 6 وهذه زائد 5 تنتقل إلى الجهة الأخرى، ناقص 5. 2x مربع ماذا تساوي؟ ناقص 6 ناقص 5 تعطيني ناقص 11. إذا بعد ذلك ماذا أقول لكي أتخلص من الاثنان هذه؟ أقسم الطرفين على 2، أختزل هذا مع هذا، x مربع ماذا تساوي؟ ناقص 11 على 2. ماذا عندي؟ عدد سالب على عدد موجب، معناه أن هذا العدد عدد سالب. x مربع ما به أصغر من الصفر أو أقول سالب، نفس الشيء. فأقول بما أن x مربع يساوي ناقص 11 على 2، نجدها ناقص 11 على 2 هي ناقص ماذا؟ ناقص 5.5، وهو أكيد عدد سالب. بما أنه عدد سالب فهذه المعادلة لا تقبل حلولا. 3 على 4 x مربع تساوي 4. لكي أتخلص من هذه الأربعة بإذن الله تعالى في المراجعة العامة سأعطيكم حالات أخرى، سأعطيكم معادلات أخرى بأفكار جديدة، فقط هنا نحاول أن نثبت القواعد بإذن الله تعالى. عندي لكي أتخلص من الأربعة هذه نضرب الطرفين في 4، أضرب هذا الطرف في 4 وهذا أيضا في 4. بعد ذلك ماذا أفعل؟ أختزل الأربعة مع الأربعة، تبقى 3x مربع تساوي 4 في 4 16. عندي لكي أتخلص من هذه الثلاثة ماذا أفعل؟ أقسم الطرفين على 3، 3 3، أختزل 3 مع 3، x مربع ماذا تساوي؟ 16 على 3 تعطيني 8. إذن بما أنه عدد موجب ماذا أقول؟ عندي حلين x1 وx2، الأول جدر 8 والثاني ناقص جدر 8. هذا الحل أو هذا الحل. الآن أعزائي التلاميذ ننتقل إلى تطبيق منزلي لكم بإذن الله تعالى، أنجزه لوحدك. إذا وجدت أي صعوبة أرجع إلى الفيديو. أنجز المعادلات أو جد الحلول هذه المعادلات. عندي x مربع تساوي 144، عندي x مربع تساوي ناقص 2، وعندي x مربع تساوي 0، عندي x مربع زائد 10 تساوي 17، عندي أيضا 3x مربع تساوي ناقص 3، عندي 4x مربع زائد 9 تساوي 5، عندي أيضا عندنا 1 على 2x مربع تساوي 4 أيضا. أو آخر شيء عندي أو معادلتين، عندي مثلا x مربع زائد 7 تساوي 2، x مربع زائد 17 تساوي 17. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الدرس، دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في الفيديو المقبل بإذن الله تعالى. لا تنسى الضغط على زر اللايك، الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو. بارك الله فيك، سلام. لا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلك الجديد.